حصاد 6 أيام من مشاورات السويد تأرجحت فيها الآمال والمخاوف معاً. كان ملف الأسرى والمعتقلين على رأس الاهتمامات لدى جميع الأطراف، حيث أكد الوفد الحكومي إحراز تطورات في هذا الملف على المستوى الفني. اليوم وهو حدث مهم جدا تسلمنا واستلمنا الكشوفات، يعني الأعداد الذي وصل بالنسبة للأعداد الحوثيين، الكشف الذي قدموه ب 7487 أسير ومحتجز، ونحن قدمنا بعدد 8576 محتجز. هذه الكشوفات التي قدمت، بينما تتجاوز الأعداد إلى 18000 معتقل بالنسبة يعني للحكومة الشرعية. المحادثات تضمنت شروط ما بعد الإطلاق، وهي عدم الاعتقال مرة أخرى، خصوصا الصحفيين وأصحاب الرأي. ملف الأسرى جمع الأطراف على طاولة واحدة وجها لوجه، وسط دعوات من سفراء الدول الدائمة العضوية للعمل من أجل إحراز تقدم في المشاورات الجارية في السويد بشأن إجراءات بناء الثقة والإطار التفاوضي وخفض العنف. باستثناء ملف الأسرى والمعتقلين، تشهد بقية الملفات تعقيدات وعثرات لا تزال تحول دون تحقيق منجز فيها، خصوصاً فيما يتعلق بملف الحديدة ومطار صنعاء. طبعاً مطار صنعاء نحن من طلب فتح مطار صنعاء لما لمسنا من معاناة المواطنين، قدمنا رؤيتنا في هذا الإطار. اشتغل مطار صنعاء مطار محلي، ويقوم كمقام رئيسي مقام مطار عدن الإجراءات الأمنية. ترى الشرعية أن الحديدة وميناءها يجب أن يكون خاضعين لسلطتها، مطالبة بانسحاب عناصر الميليشيا من المدينة، وهو أمر رفضه وفد الحوثيين. هناك ما يمكن وصفه بالخطوات الإيجابية في مسار المشاورات، خصوصا فيما يتعلق بملف الأسرى، وهو ما رآه البعض أنه يحمل بوادر أمل كبيرة. أشعر بروح إيجابية عالية للغاية، والسبب أنه تشعر برغبة كبيرة عند الجميع بتخفيف معاناة الناس، والمعاناة الإنسانية هي المسيطرة هنا حقيقة. وعلى الضفة الأخرى من ذلك، يقول مركز أبعاد للدراسات أنه ورغم حصول تقدم في إجراءات بناء الثقة من خلال ملف الأسرى والمعتقلين، إلا أن طريق السلام لا يزال طويلاً وصعباً مع دخول أطراف جديدة في الحرب لم تكن موجودة في مارس 2015، وأن الحرب قد تتجدد بشكل أكثر عنفاً. المشاورات التي انطلقت يوم الخميس الماضي يراها الكثيرون أنها ربما قد تكون الفرصة الوحيدة المتاحة للتوصل إلى درب للسلام.